الاعزاء المشاهدين، حلقه جديده من برنامج صباح الخير يا جماعه. اهلا بيكم، اهلا بك يا دكتوره غاده. اهلا وسهلا دكتوره غاده، حابين نعرف من حضرتك نبذه مختصره عن المشروع بتاع حضرتك. الاول برحب بيكم، انا سعيده ان انا معاكم النهارده في جامعتنا. انا بعرف ناس، دكتوره غاده مدرسه قسم الباثولوجي في كليه الطب. يسعدني اقول لكم معلومه جديده، احنا بقالنا شهرين فتحنا معمل تحاليل انسجه واورام، وهو الاول من نوعه على مستوى محافظه قنا والاقصر، وده يمثل خطوه ايجابيه للمساعدات اللي بتقدمها الكليه ممثله في مستشفيات جامعه جنوب الوادي للمرضى واهلنا في الصعيد. دكتوره حابه اعرف من حضرتك ايه الفايده اللي بتعود على المجتمع وعلى المريض من افتتاح المعمل؟ والله هو ده سؤال مهم جدا. هي فايده جم، لو هنبتدي بالمرض اللي انا في عيان راح لعياده سواء كانت في قطاع عام او مستشفيات حكوميه او في مستشفيات خاصه، العيان ده اللي عنده ورم انا لسه مش عارفه هو حميد ولا خبيث، هتفرق معاه كتير قوي لما ياخد العينه ويبعتها في نفس المكان اللي هو فيه، هتفرق معاه في الوقت، في التشخيص، في التواصل بين التيم اللي بيعالج المريض. يعني انا بتاعه التحاليل لما اكون موجوده في نفس المحافظه وفي نفس المكان اللي فيه الجراح اللي خد له العينه، هيبقى التواصل اسهل، وبالتالي تبادل المعلومات لمصلحه المريض هيبقى اسهل. يبقى انا بوفر وقت وبوفر جهد، وبأجنب العيان فرصة الترانسبورت اللي هو انتقال العينات من مكان لمكان، وده اللي كان قائم قبل فتح المعمل. احنا المعمل بقالنا شهرين وده الثالث فاتحينه. قبل كده كانت العينات بتتجمع وبتتبعت، سواء كانت بتتبعت لأسيوط او للقاهرة، والانتقال نفسه معرض العينة انها يحصل مثلا تداخل او شيء من هذا القبيل، او على الاقل تأخير في النتائج وعدم تواصل مباشر بين التيم اللي بيعالج المريض، بالاضافه الى التكلفه الماديه العاليه. يعني التكلفه الماديه عاليه عاليه عاليه، انما احنا هنا بنوفره باسعار يا دوبك التكلفه، لان احنا اصلا احنا ده خدم، احنا مؤسسه الطب او المؤسسه التعليم العالي هو قطاع خدمي، فالمستشفيات بتعمل التحاليل بالقيمه التكلفه الاساسيه وليس تربح.